قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل إن الوفد الفلسطيني سيصل في 28 من فبراير الجاري للمشاركة في اللقاء الوطني الفلسطيني في موسكو. كما أشار السفير الفلسطيني إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق سيترأس وفد الحركة في اللقاء الوطني الفلسطيني في موسكو، كما سيرأس وفد حركة فتح سيرأسها في هذا اللقاء السيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومعنا إذن مباشرة من رام الله عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عزام الأحمد القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أستاذ عزام مساء الخير، أهلا بك معنا، ومن حسن حظنا أنه حضرتك معنا في هذه المقابلة في الوقت الذي يتزامن مع الإعلان أنك ستترأس وفد حركة فتح لاجتماع الفصائل الفلسطينية في روسيا. فهنا ما الأجندة المتوقعة وبأي أوراق وبأي استعدادات ستذهبون إلى موسكو؟ شكرا يعني على اهتمامكم بالمتواصل بالوضع الفلسطيني وكل ما يهم الشعب الفلسطيني، وهذه الدعوة الروسية لعقد الاجتماع الرابع في موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية ومعهد الاستشراق لكل الفصائل الفلسطينية يعني يأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة منهجية يعني من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبشكل إجرامي ومحاولات تهجير أبناء شعبنا سواء في الضفة أو غزة. وبالتالي هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة أن آخر اجتماع كما قلت عقد في موسكو عام 2017 ومؤخرا في نهاية تموز الماضي عام 23 عقد اجتماع في العلمين في مصر وبحضور برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن وبحضور الأمناء العامين للفصائل مع غياب ثلاث فصائل هي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة. وحاولنا بعد انتهاء اجتماع العلمين للأمناء العامين الذي اعتمد بيان قدم من قبل الرئيس أبو مازن ووافقت عليه جميع الفصائل التي شاركت في الاجتماع وشكلت لجنة متابعة من كل الفصائل، حددنا موعد آخر في شهر أيلول لعقد الاجتماع في القاهرة، لكن للأسف حركة حماس ماطلت ثم رفضت يعني المشاركة وحصل العدوان الإسرائيلي بعد أيام من ذلك. نعم. لا يوجد حركة جدية من أجل إنهاء الانقسام البغيض، هذا السرطان الخبيث الذي مس الجسم الفلسطيني وهو بعيد عن تاريخ الشعب الفلسطيني. يعني نأمل أن تكون الجولة القادمة في موسكو يعني تتمخض عن نتائج إيجابية، و نحن لدينا يعني ليس ورقة جديدة من أجل إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنما هي تكرار لموافقات سابقة، ولكن أيضا تنصل البعض من الذي سبق أن وافقت على تلك الأسس لإنهاء الانقسام. في مقدمة ذلك وأبرز هذه النقاط عطفا على ما ذكرته فيما يخص الانقسام الالتزام. تفضل. أهم النقاط التي سنطرحها أمام الجميع، ومعظم الفصائل مسبقا موافقة عليها لأنها سبق
أن ناقشتها، ولكن نتطلع إلى بقية الفصائل، يعني سواء حماس أو الجهاد الإسلامي. لا نعرف هل الجهاد الإسلامي ستشارك يعني في اجتماع موسكو أم لا، لأنها تتغيب عن كل الاجتماعات في الفترة الأخيرة. ولكن الجبهة الشعبية أبلغتنا وجرى اتصال بيني وبينهم اليوم صباحا في دمشق، قيادتهم في دمشق، وقالوا سيشاركوا، وأيضا الجبهة الديمقراطية ستشارك، وبقية الفصائل قياداتها في رام الله وغزة أيضا أكدوا مشاركتهم. وهي هي حماس كما أعلن سفير دولة فلسطين ستشارك. لذلك لابد أن نجدد الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية. إذا سمحت لي يعني عطفا على ما ذكرته فيما يخص ربما جدية حماس في إنهاء الانقسام، أيضا القيادي في حركة حماس طاهر نونو قال إنه لا توجد أي تحركات جادة لمصالحة وطنية فلسطينية، يعني من جانبهم أيضا ذكروا ذلك. هل بالفعل تحركات يدون المستوى، أو في رأيك ما الذي يحتاجه هذا الملف فعليا ليتم تحقيق تقدم ملموس؟ التزام الفصائل بما توقع عليه، أولهم حماس، أولهم حماس. وأنا سأشير إلى 8 نقاط أساسية، بالمناسبة سبق أن وقعت عليها حماس عدة مرات، ولكن في اجتماع موسكو الأخير عام 17 تراجعت، وفي العلمين تم التأكيد ووافقت حماس، لكن الجهاد الإسلامي لم تشارك في اجتماع العلمين كما أشرت. ودائما يعني نشعر أن منظمة التحرير لا تعني الجهاد، حركة الجهاد الإسلامي، لكن بقية الفصائل أعتقد يعني حتى التي امتنعت عام 2017 أنا واثق أنها ستعيد النظر في موقفها، حيث نحن كنا على تواصل مع هذه الفصائل بما فيها الإخوة في الجبهة الشعبية، القيادة العامة والجبهة الشعبية أيضا لتحرير فلسطين. طيب أستاذ عزام، منظمة الصاعقة. نعم. ماذا بالنسبة لي سمحتي لي بعجالة أسمي لك النقاط سريعا لأن وقتنا ضيق أستاذ عزام، وعندنا أبرز النقاط أخرى. نعم كما قلت لك، أولا الالتزام بالقانون الواحد والنظام الواحد والسلاح الشرعي الواحد، ليست فوضى. هذه الدولة اعترف العالم بها في قرار 1967 عام 2012، وأصبحت منظمة التحرير هي التي تمثل هذه الدولة في عضويتها في الأمم المتحدة، ولجنتها التنفيذية تعتبر هي الحكومة أيضا، يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي المنسجم مع تلك القرارات، والتي أكدت على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 4 حزيران 67، والقدس الشرقية عاصمتها. وكذلك سنعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب العالم حالياً في ضوء الحرب العدوانية المفروضة علينا في غزة، بقرار من الرئيس محمود عباس أبو مازن تتولى مهامها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية، الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، دون استقطاع شبر واحد، لا من غزة ولا من القدس ولا من الضفة. وأيضا العمل على تعزيز المقاومة الشعبية السلمية التي من شأنها والتي تنسجم أيضا مع أشكال النضال المختلفة التي اختارها شعبنا في مختلف مراحل نضاله تماما، حتى نتمكن من تحقيق تلك الأهداف. أستاذ عزام، نحن نذهب بقلب مفتوح وبصدر رحب
وجاهزون ليكون حوار جدي وحقيقي وملزم وملتزم، كل الذاهبين يكونوا ملتزمين به وليس يصرحوا شيء خارج الاجتماع ويتصرفوا داخل الاجتماع عند التوقيع على اتفاق ليلتزموا به. يعني وضحت وجهة نظركم في هذه النقطة. نقطة أخرى، نقطة حل الدولتين، تبعنا تصريحات نتنياهو يرفض علنا وأيضا معه الحكومة، حكومة اليمين المتطرف، مسار حل الدولتين، حتى أن بعض وزرائه هددوا بإلغاء اتفاقية أوسلو. كيف تتابعون هذه المواقف والتصريحات وأيضا ما تحركاتكم بشأنها؟ أولا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ليس موقفها جديد علينا، لا نتنياهو ولا بن غفير ولا وزير المالية وزير الأمن القومي سموتريتش، هم يعني جدد. وعندما وقعت ربما بن غفير كان عمره أقل من 15 سنة عندما وقعت أوسلو، وأوسلو أصلا يعني نتنياهو تنصل منها منذ سنوات طويلة، وحتى حكومة إسرائيل تنصلت منها عندما انتهت فترة الحكم الذاتي عام 99 ولم تلتزم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مفاوضات الحل النهائي التي جرت في كامب ديفيد في عام 2000، ومنذ ذلك الوقت ونحن في حالة صدام يعني مع الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر من يحكم. وبالتالي لكن يجب أن لا تبقى إسرائيل فوق القانون. اللجنة العربية السداسية اجتمعت في الرياض، كان آخر اجتماع الخبراء أمس، ووضعت خطة نهائية للحل، جددت فيه ما قلته، حل الدولتين انسجاما مع مبادرة السلام العربية التي طرحت في قمة بيروت من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتزمت فيها كل الدول العربية، حتى أن خارطة الطريق التي سبق أن تبنتها اللجنة الرباعية الدولية المشكلة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بقرار 15-15 قرار مجلس الأمن أصبحت جزء من خارطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة الرباعية والأمم المتحدة. وبالتالي يجب أن لا تبقى إسرائيل الطفل المدلل فوق القانون. سؤال أخير، تفضل. بحسب متابعتكم للأوضاع، إلى أين تسير الأمور بشأن غزة ومستقبل القطاع؟ يعني أقول حتى الآن يعني غموض بسبب الموقف الإسرائيلي وكذلك الموقف الأمريكي، رغم أن الرئيس بايدن صباح مساء منذ أسبوع يجدد ضرورة وقف الحرب وعدم تهجير سكان غزة وبقائهم في مساكنهم وفي داخل القطاع وعدم اقتطاع شبر واحد من غزة، لكن بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل أن تنفذ ما تقوله أمريكا وما يقوله مجلس الأمن وما تقوله الأمم المتحدة، وكما قلت أيضا اللجنة السداسية برئاسة السعودية أنهت اجتماعاتها أمس في الرياض وأعدت ورقة واضحة بالنسبة لحل الدولتين وإنهاء الحرب ومنع التهجير. وبالتالي علينا أن نعزز من وحدة الصف الفلسطيني والعربي حتى نستطيع بالفعل فرض الحل الذي تبنته قرارات الشرعية الدولية. شكرا، أشكركم جزيلا على المداخلة معنا، الأستاذ عزام الأحمد القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله، كنت معنا.